بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بإخواننا الكرام المهتمين بزراعة الأسطح. النهاردة أنا عايز أدي لحضرتك مبدأ وحضرتك مبدأ إزاي أسمد الطماطم المزروعة في الأسس، إزاي أسمدها وأطلع منها محصول ناجح بعيد عن الهراء واللك والعجن كتير اللي بيحصل على القنوات الفضائية. أرجو إن كل واحد يفتح عينه معايا كويس عشان يعرف إحنا بنقول إيه. أولاً النبات ده هو عشان ينمو يا جماعة، والنمو بتاعه يشتمل المجموع الجذري اللي هو ده هو، والمجموع الخضري اللي هو الأوراق ده هي، ولو في ثمار هنا ولا حاجة تمام عشان ينمو ويكمل دورة حياته. النبات ده هو محتاج 16 عنصر أثبتهم. ال16 عنصر باختصار العناصر ديت، منهم عناصر كبرى تمام، منهم عناصر كبرى ومنهم عناصر صغرى. العناصر الكبرى دي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة، العناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكميات صغيرة. الفرق بين العناصر الكبرى والعناصر الصغرى إيه؟ إن العناصر الكبرى بيحتاجها النبات بكمية كبيرة، والعناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكمية صغيرة، ولكن الفرق الوحيد بينهم من حيث الأهمية هما زي بعض في الأهمية، ما فيش فرق بين العنصر الكبير والعنصر الصغير، لهم نفس الدور ونفس الأهمية، ولكن الفرق الوحيد إن العناصر الكبرى بيحتاجها النبات بكمية كبيرة، والعناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكمية صغيرة. تيجي نشوف العناصر الصغرى هم كام؟ 9 عناصر، منهم الأيدروجين ومنهم الأكسجين ومنهم الكربون اللي هو الرمز بتاعه سي، والأكسجين الرمز بتاعه O2، والأيدروجين الرمز بتاعه الH. تمام، الأيدروجين والأكسجين والكربون بياخدهم النبات من المية تمام، بياخدهم من المية وبياخدهم من الهواء وبياخدهم من التربة. طب باقي ايه عندي؟ بقى عندي النيتروجين اللي هو الرمز بتاعه الN، والفوسفور ركز في الرموز اللي هو البي، والبوتاسيوم الرمز بتاعه الكي، والكالسيوم اللي هو السي اي، والمغنيسيوم اللي هو الام جي، والكبريت الرمز بتاعه اس. تمام، دول العناصر الكبرى، 9 عناصر. الهيدروجين هو الثاني رمزه بتاعه H، الأكسجين، الكربون، النيتروجين رمزه N، الفوسفور رمزه B، البوتاسيوم رمزه K، الكالسيوم رمزه Ca، المغنيزيوم رمزه Mg، الكبريت رمزه S. تمام، طيب نيجي على العناصر الصغرى، حديد اهو تمام، والمنجنيز Mg Mn، الزنك Zn، النحاس اللي هو الكبر Cu، المولبدنم ام او، البورون الرمز بتاعه احنا مش كاتبينه، لا الرمز بتاعه اهو بي تمام، بي الرمز بتاع البورون. دول يا جماعه العناصر الصغرى. يبقى العناصر الصغرى هي ايه؟ عناصر الصغرى حديد اف اي، منجنيز ام ان، زنك زد ان، النحاس سي يو، المولبدنم ام او، البورون بي او. طيب النبات ده هو عشان يكبر وكده لازم العناصر دي تتحط له، طب نحطها له ازاي؟ هو ده اللي احنا هنتكلم فيه حضرات. احنا قلنا الهيدروجين في العناصر الصغرى والاكسجين والكربون بياخدهم النبات بالتربة والهواء. طب اللي انا عايز اضيفهم ايه؟ الان والبي والكي تمام، دول الثلاثة تمام، اللي هو النيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم تمام، اللي هو ال ان بي كي. يعني لما انا اقول لك 20 20 20 معناها ايه؟ معناها ان المركب ده فيه 20 فوسفور اهو، 20 نيتروجين و20 فوسفور و20 بوتاسيوم تمام. 20 نيتروجين اهو، 20 فوسفور اهو، 20 بوتاسيوم اهو تمام. يعني ده سماد مركب متعادل فيه 3 عناصر تمام لحد كده. لما اجي بقى للنبات وعندي بقى ايه بعد كده؟ عندي الكبريت والمغنيسيوم
ماشي، وعندي الكالسيوم في العناصر الكبرى دول الستة بضيفهم، تمام؟ طيب أنا لو عايز بقى إيه أسمد النبات ده بعد ما اتعرفنا كده، أسمد إزاي؟ دي لو قسمت نبات الطماطم إن دي المرحلة الأولى، تمام؟ كبرت شوية الطماطم بقت المرحلة التانية، مرحلة في النبات يا جماعة اسمها ستيج مش بيريود، تمام؟ يعني ديت لو نسميها بنقول الروت ستيج أو اللي هي مرحلة التجذير يعني، وبعدين ديت اللي إيه الفيجيتاتيف ستيج النمو الخضري ماشي، وديت بيسموها الفلاورنج ستيج اللي هي النمو الثمري، في بقى ابتدت الثمار تطلع لي هنا، تمام. المرحلة الرابعة ده هي بنسموها الماتشورنج ستيج اللي هي مرحلة النضج الكامل بقى، تمام. طيب في المرحلة ده هي أنا عايزك في كل تبقى عندك 20 20 20، تمام. ده ما تسيبوش من عندك خالص، ده عشان تبدأ تسمد لازم يكون عندك، تمام. أول ما هبدأ يا جماعة أشتري الطماطم بتاعتي بعد 7 يوم، بعد أنا شتلت النهاردة، بعد 3 يوم هبدأ أضيف لها نص جرام توبسين، أو ريزوليكس أي حاجة مطهرة يعني، تمام. بعد 3 يوم، تمام، هحقنها توبسين أو ريزوليكس أو أي حاجة، تمام. طيب بعد كده على اليوم الخامس، هبدأ أحط إيه؟ يوم ويوم 1 جرام، 1 جرام، 20 20 20، 1 جرام، 1 جرام. دي المرحلة الأولى، تمام. طيب المرحلة من 5 لكام يوم يا جماعة؟ كل يوم ويوم، تمام. لو بتروي كل يوم ممكن نص جرام، لو يوم ويوم يبقى جرام، تمام. يبقى لو يوم ويوم 1 جرام، يوم ويوم بعد يوم. طب لو انت بتروي كل يوم يبقى حط نص جرام، في الصيف اكيد هتروي كل يوم، يبقى حط نص جرام في المرحلة الصغيرة دي اللي هي من 5 يوم لحد كام يوم يا جماعة؟ لحد 20 يوم، يعني اسبوعين، تمام. حط، طيب حاول تلقط لك يوم تحط لك فيه ايه؟ تحط لك فيه 1 جرام مغنيسيوم، مغنيسيوم، ماشي. ما احنا قلنا يوم ويوم، تمام. ما عرفتش حطه مع ال 20 20، ما فيش اي مشكله في المرحله ده هي، تمام. كل اسبوع المغنيسيوم ده ايه؟ كل اسبوع، اسبوع جرام، تمام، جرام، معلش القلم وحش، كل اسبوع ايه جرام مغنيسيوم تحطه مع ال 20 20، تصرف له في يوم لوحده ما فيش اي مشكله خالص، تمام. دي المرحله الاولى من 5 يوم ل 20 يوم بنحط 1 جرام يوم بعد يوم، او نص جرام كل يوم لو انا بروي كل يوم، لو انا بروي يوم ويوم يبقى بحط ايه جرام يوم بعد يوم، وبحاول اخلع يوم اتصرف بقى واحط فيه مغنيسيوم، تمام. طيب خش على المرحله اللي بعدها، هنقول من 20 يوم، المرحله دي بقى من 20 يوم الى كام يوم بقى؟ ها، ل 45 يوم، ل 45 يوم، من 20 يوم ل 45 يوم هبدأ احط فيهم ايه؟ هو برضو يا جماعة هو 1 جرام 20 20 20، كل يوم، والله انت حر، كل يوم يوم انت حر، يوم ويوم يبقى حط جرام، ماشي، يوم بعد يوم حط نص جرام، يوم ويوم يبقى ايه جرام كامل، تمام. يعني انت جرام يوم من بعد يوم نص جرام لو انت بتروي كل يوم. طيب كده بس لا، هنجيب مركب اسمه الماب، مونو امونيوم فوسفيت اللي شرحناه قبل كده 100 مره. المبدا ماله؟ المبدا عالي الفوسفور، عالي عالي فوسفور، تمام. عالي الفوسفور يا جماعه مبدا بيكون عالي الفوسفور، عالي الفوسفور تركيبه بيبقى ايه؟ لو حطينا ال ان بي كي زي ما احنا كده وقلنا المبدا بيتركب من ايه؟ 12 نيتروجين فيه، 62 فوسفور، البوتاسيوم زيرو، تمام، ما فيهوش بوتاسيوم. طيب الماب مع ال 20 20 جرام، 20 20 زائد نص جرام ماب، تروح
عند باب الخلق كده، بتشتري لك كيلو ماب، وتشتري لك 5 كيلو 20 20 20، وتشتري لك 5 كيلو سلفات بوتاسيوم، وهتعيش احلى عيشه، ويا ريت 5 كيلو كمان نترات كالسيوم. تمام، المرحله ديت قلنا المرحله الاولى اهيت من 5 ل 20 يوم، بنحط فيها 20 20 20، 1 جرام يوم بعد يوم، او نص جرام لو انا بروي، لو نص جرام لو انا بروي كل يوم، 20 20 20، 1 جرام يوم بعد يوم، او نص جرام لو انا بروي كل يوم. تمام، دي المرحلة الأولى، وبنحاول نخلع يوم نحط فيه الام جي المغنيسيوم. تمام، نيجي على المرحلة الثانية قلنا، واللي هي بتكون من 20 يوم ل 45 يوم، بيبدأ عندي يعني ايه داخل على، انا عايز اعمل في المرحلة دي بقى ايه التجزير بقى، فاللي بيعمل التجزير ايه الفوسفور، ركز في الفوسفور كويس، هو اللي بيعمل لي الجذور. ماشي، يبقى انا احط 20 20 20، تمام، ان بي كي اهو، اكتبها لك تاني، والله ده انا شرحتها لما زهقت منها، يعني المفروض نكون حفظناها. يبقى ماب، واحط الماب علشان المجموع الجذري، احط نص جرام مع الجرام 20 20 20، بحط معاهم نص جرام ماب، واحاول برضو اخلع يوم احط فيه المغنيسيوم. يبقى المغنيسيوم ده الام جي المغنيسيوم ماشي معايا 1 جرام. تمام، طبعا. طيب نخش على المرحلة الثالثة بقى، المرحلة الثالثة المفروض فيها أزهار، فيها أزهار، أزهار أهي أزهار، تمام، وفيها ورق، وفيها تلاقي حب صغير كده، 45 يوم لحد 60 يوم، 45 المرحلة دي بقى، 45 لحد كام؟ لحد 60 يوم، تمام، اللي هي المرحلة دي، المرحلة الثالثة يا جماعة، أهي المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة، تمام، من 45 ل 60 يوم. هنحط فيها إيه؟ برضو ال 20 20 مش هنغيره، أنا عايز أريحك وما أدخلكش في إيه؟ في متاهات، 20 20 20، بس هنا هيبقى كام؟ 1.5 جرام، 20 20 في المرحلة الثالثة اللي هي من 45 ل 60 يوم، تمام؟ زائد 1.5 جرام، زائد ايه؟ زائد 1 جرام سلفات بوتاسيوم، سلفات بوتاسيوم، لو عندك عالي بوتاسيوم حطه، لو عندك عالي بوتاسيوم غير السلفات حط، لو في نترات بوتاسيوم حط، ما عندكش سلفات البوتاسيوم هتلاقيها عند كل الناس. تمام، يبقى المرحله الثالثه دهي، ماشي، المرحله الثالثه دهي من 45 ل 60 يوم، النبات بقى فيه ازهار، وبقى فيه اوراق، وبقى فيه ثمار، هنبدا نحط له، نزود له في الفسفور وفي البوتاسيوم، والنيتروجين هيفضل زي ما هو، مش هيحصل معاك اي حاجه خالص. تمام، بعد كده المرحلة الثالثة بقى، المرحلة الرابعة اللي هي ايه؟ مرحلة المفروض يعني 60 يوم، يعني داخلين على جمع في الصيف، داخلين على جمع في الصيف، تمام؟ أو قدامك 15 يوم وتجمع، يبقى لازم تزود البوتاسيوم خالص، عشان البوتاسيوم هو اللي هيكبر لي الثمرة. يبقى النيتروجين، النيتروجين يا جماعة ده هو النيتروجين، ده هو اللي هو الرمز بتاعه ان، ده هو هيديني نمو خضري عالي، يعمل لي ورق ويعمل لي عرش، تمام التمام. طيب الفوسفور هيعمل لي جذر زي الفل، طب البوتاسيوم هيكبر لي الثمره بتاعتي، ده باختصار شديد ما ندخلكش في المتاهات. طيب المرحله الرابعه بقى، انا عايز اكبر الثمره بتاعتي، يبقى احط ال 20 20 برضو زي ما هو، 20 بجرام ونص، 1.5 جرام، واحط ايه؟ واحط جرام ونصف سلفات بوتاسيوم، دول احطهم قد ايه بقى؟ احطهم يوم بعد يوم، تمام؟ يوم بعد يوم، انا بوزن 20 20 20 عشان عندي الجذر شغال اهو، وعندي النمو الخضري شغال اهو، ورق اهو، وعندي ثمار موجوده اهيت وعايز داخل على جمع، يبقى لازم اكبرها، يبقى احط ازود البوتاسيوم، بحط جرام ونص بوتاسيوم وجرام ونص 20 20 يوم بعد يوم، تمام؟ او كفايه جرام واحد بس، اسف، 1 جرام 20 20 20، تمام، وجرام ونصف بوتاسيوم في المرحلة دهية. طيب يبقى ناقص لي ايه يا جماعة؟ ناقص لي الكبريت، تمام،
الكبريت احنا طبعا متفقين ان احنا نحط الكبريت في الوقت اللي هو التجهيز بتاع الارض. ممكن تاخد لك شويه اي كبريت زراعي من اللي هو زهر الكبريت كله وتحطهم. ما فيش اساس ان ممكن النبات اصلا انت حطيت اصلا سلفات بوتاسيوم عن الكبريتات، بلاش تحط كبريت، الكبريت اصلا كده كده موجود عندك. تمام، طيب ناقص لي ايه بعد كده؟ ناقص لي بعد كده يا جماعه عناصر صغرى، عناصر صغرى. مش عايزك تجيب لي سنجل، عنصر سنجل في العناصر الصغرى، امال هتجيب ايه؟ هتجيب مالتي، هتجيب تروح للراجل تقول له عايز مالتي عناصر صغرى او عناصر صغرى متعدده على بعضه كده، ما تجيبش حديد لوحده ومنجنيز لوحده عشان ما تشغلش دماغك. هات لك لتر يا سايل ماشي، ترش بيه بالبتاع اللي هي الرشاشة بتاعت الفليت او بتاع، تحط منها سنتي وترش النبات سنتي على اللتر عناصر صغرى، يا اما تضيف مع مية الري عادي يبقى العناصر الصغرى، يا اما ترشها بالرشاشة اللي هي بتاع الجلاس بتاع الازاز ده، هوت مش فيه حاجة كده بتترش او اللي عند الحلاق ديت ماشي، ترش بيها ماشي مفيش مشكلة خالص. تحط جرام عناصر صغرى على لتر المية وترش بيه النبات، يا اما تحط لي كل اسبوع كده نص جرام او ربع جرام عناصر صغرى للنباتة الواحدة، تضيفها حتى في نص في اي وقت يعني. المهم بعيد عن الكلام اللي احنا اتكلمناه، انا حاولت اختصر بس عشان حضرتك توصل نوصل لل المطلوب وبكل سهولة خالص، ويبقى عندك أساس علمي أو عارف إحنا بنقول إيه بس كده، علشان الجماعة بتوع القنوات اللي هم الفضائية دول أنا يعني بيلخبطوا العالم كتير، فدهوت والله الأساس العلمي بتاعها. أي نعم، وعلى فكرة البرنامج دهوت يا جماعة بتوع الصوب ينفع جدا جدا جدا، اللي عايز يعرفه يحاول يدخل ويشوفه، وإن شاء الله بإذن الله موفقين كلكم. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.